الكلام بقى اه اوكي وكل الامل عادي واسمع تعرضت ليلى علوي لموقف محرج على السجادة الحمراء، التقطه حساب الإعلامية إنجي علي على انستجرام. فخلال وقوف دينا الشربيني وحسن بروز ظهرت ليلى علوي خلفهم وكادت أن تسقط، إلا أن مساعديها قاموا بمسكها سريعا لتنجو من السقوط. وظهرت ليلى علوي على السجادة الحمراء بكامل أناقتها، حيث ارتدت فستان طويل باللون الفضي ذو أكمام طويلة وواسعة، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين. وكل الامر عادي واسمع كل الامر عادي واسمع